بعضنا البعض، يهني بعضنا البعض، نقف معا في وجه كل من تسول نفسه بشق الصف الأردني الواحد، ويقودنا في ذلك جلالة الملك والأسرة الهاشمية اللي انتقلوا من محافظة إلى محافظة ومن مدينة إلى أخرى، وكلنا شاركنا في إضاءة أشجار عيد الميلاد والاحتفال بها، لأننا فعلا أسرة واحدة ونشعر بذلك. هناك شيء مختلف عنا، بدنا نحافظ عليه ونبنيه ونعدي دول العالم جميعا في هذه المحبة، ونعدي منطقتنا في المحبة، لأنه إذا لم تسود المحبة بين أفراد الشعب الواحد وبين شعوب الأرض أيضا، يسود القتل والدماء وكل مظاهر العنف التي تقوض الإنسان وتقوض البلاد وتقوض كل شيء. لنا كنز عظيم مشترك، علينا أولا الحفاظ عليه، وعلينا ثانيا إشراف العالم به. وما كانت جائزة تمبلتون لجلالة سيدنا وإصرار أنها ليست جائزة له شخصيا فقط وإنما جائزة لكل الأردنيين إلا تأكيد على هذه الأواصر التي تجمعنا. فأحييكم هذا المساء، وأتمنى الطمأنينة والسلام لبيت لحم والقدس ولجميع المدن والبلدان، وأتمنى لكم عيد سعيد مجيد عاده الله علينا وعلى سيدنا